السترة في الصلاة على قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، على قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة. وكانت النبي له عنزة، عصا صغيرة، كان يضعها عند الصلاة صلى الله عليه وسلم سترة له. فالسترة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فليصلي إلى سترة، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. وأكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، قالوا مفهومها أنها إلى غير سترة كما قال الإمام الشافعي. لكن على كل حال السترة أمر مطلوب، الإنسان إذا صلى يصلي إلى سترة، والسنة أن يقترب من السترة، ما تكون السترة بعيدة وإنما يقترب منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، بينه وبين السترة ثلاثة أذرع تقريبا متر ونص بينه وبين السترة. وأحيانا وإذا سجد يكون بينه وبين السترة ممر شات، يعني تكلم عن 30-40 سنتي فقط بين محل سجوده وسترته صلى الله عليه وسلم. ولو اقترب الإنسان من السترة بسجوده عند السترة مباشرة لا بأس بهذا، ولكن الأصل أن يحرص المسلم على السترة، أن يصلي إلى السترة. مقدار السترة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بينك وبين مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مرة بعدها. فنظر أهل العلم في مؤخرة الرحل اللي هي سنام البعير، طيب قال تقريبا هي شبر وشوي تقريبا، يعني من شبر الإنسان المعتدل، طيب قالوا هذه يعني مؤخرة الرحل أو شبرين تقريبا، طيب قالوا هذه مؤخرة الرحل، فقالوا هذا مقدار السترة المستحب. طيب لو كان أقل، الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ذهب لأنه لابد أن يكون مثل مؤخرة الرحل، يعني شبرين فما فوق، ما يكون أقل. وأكثر أهل العلم أنه لا يلزم هذا الارتفاع، ولو كان أقل لا بأس. وأذكر كان شيخنا ابن عثيمين يقول أي شيء بارز، أي شيء بارز عن الأرض يمكن يكون سترة. أذكر طرفة أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قال أي شيء بارز عن الأرض يمكن يكون سترة، يعني مرتفع قليلا يعني. فقال له واحد طيب يا شيخ الزولية الآن تكون بارزة شوي، يعني لو صارت فوق الرخام تكون فيها بروز شوي، هذا طرف حافة الزولية. قال هذا سترة، ضحك شيخ ما لها الدرجة رحمه الله تعالى. فالقصد المهم شيء بارز، فحطت العقال أو علبة المناديل أو غيرها إن شاء الله تكفي، إن شاء الله تكون سترة إن شاء الله تعالى.